Anggota Hamas akui Hamas jadikan rumah sakit di Gaza sebagai tameng manusia. كمان مرة خليني أسألك شو بعملوا وشو الوضع اللي أنت بتعرفه اللي كان في مستشفى نصر من إطار حماس؟ شفتهم بس كأشخاص، شفت شو بيشتغلوا، شفت أشخاص، شفت ناس بتحرس، شفت ناس قاعدة في خيام، هاي اللي أنا شفته. فتعال نمشي موضوع موضوع. شو الناس اللي كانت تحرس؟ كانوا يحرسوا أول شغلة البوابات، مداخل البنايات. مداخل البنايات نفسها؟ كانوا يحرسوها، البوابات الخارجية، قسم العيادة الخارجية نفسه بقوا. بقى النت اللي قاعدين فيها المربع كانوا عاملين زي طاولات وخزانات وممر عقد نفر وموقفين حارس على الباب. هذا حراسات بقى. طب فرأيك كم افراد من حماس كانوا هنا ساعتها؟ كلهم كم فرد؟ كلهم؟ يمكن 50 نفر. 50 نفر اللي انت شفتهم تقريبا؟ لا اقل، بجوز اقل بجوز اكثر، مش مهم هذا. بس بتقول انه كانت عشرات من نشطاء حماس اللي كانوا في المستشفى وقت الحرب. شو عملوا هناك رأيك؟ قلت لك كانوا في منهم حراسات وفي منهم قاعدين في المستشفى هيك. اوكي، حكيت انه كانوا مخطوفين في المستشفى صح؟ كانوا في مخطوفين. اوكي كمل فهمني. هذا كنت انا بعد في الهدنة رحت اشوف مسؤول مجموعتي، لان الفترة اللي قبلها مسؤول مجموعتك بحماس؟ بقى في المستشفى. الفترة اللي قبلها كلها انا ما تواصلتش معاه، رحت اشوفه ودور عليه، لقيت في وجهه سالم. قلت له يا سالم بدي اشوف ابو راجح، قال لي تعال معي. طلع على يد الخارجية، راح عبى مية ونزل وصار يلفلف فيه بالخيام عبى ما ودانا لمسؤول مجموعتي. قلت له ابو راجح، قلت له ايش بدك مني يعني لك فترة ما اتصلتش معي؟ دقيقة، مش لهالدرجة، مش كل الكلمة والكلمة اللي صارت بشكل عام. حسب اللي فهمته وحسب اللي تعرفه، أتم مخطوف كانت في مستشفى ناصر وقت الحرب. حسب ما قال سالم بجوز يعني 10 قال لي يمكن تقريبا. بدي من سالم، إيه اللي فهمته واللي أنت بتعرفه؟ أنا بس أنا اللي بعرفه من سالم عن المخطوف، لأنه سالم بقى يحرسهم. سالم صاحبك من حماس، هو مسؤول مجموعتك؟ لا هو صاحبك من حماس كان بيشتغل حماس. وهو حكى لك انه في تقريبا 10 مخطوفين في تقريبا. فهمني كمان مره كيف هدول، كيف حماس بيستعملوا المستشفى؟ انه حكيت انه هم موجودين بالاقسام صح؟ الاقسام هاي بيستعملوها كمان لنازحين ولناس ثانيين؟ وقت ما حماس موجودين هنا؟ هم ماخذين بس قسم صغير من العياده الخارجيه والباقي كله نازحين. الشق هذا فيه غرف كثير وورا فيه كمان غرف، كله نازحين، مليان نازحين. وبناته مين؟ هم ماخذين للطرف هيك ثلاث غرف لهم لحماس، يعني بقلب المستشفى. في عشرات نشطاء حماس اللي هم مسكوا محل لحالهم بين ملايين نازخين. قديش نازخ نازخ رأيك؟ مليان كتير. يعني تقدر تمشي في المستشفى؟ تقدر تمشي؟ تمشي في الممرات ما بتقدرش لهالدرجة؟ مليان بالكوريدورات. بالكوريدورات، بالغرف، بالكوريدورات، الاقسام نفسها، الاقسام العظام والباطنة والأرض كله على الارض نايمين الناس. وبناتهم مين اللي بيشتغلوا؟ مين؟ تعون حماس. تعون حماس. يعني كمان مرة سوي لي هي بالاختصار المفيد تأفهم شو برؤوسك لا موجود في المستشفى. قيادات وجنود وأسرى، بواريد، سلاح. هذا بيجوز من الله بيني وبينك؟ بيجوز من الله؟ لا والله ما بيجوز. كيف حسيت انه انت شفت بين نازخين؟ ما تقبلتش انا، مش صح انه يكونوا بين النازحين زي هيك او بين المدنيين وفي مستشفى مكان انساني. غلط. شو رايك كانوا لازم يعملوا؟ كنت اقولهم يعني مكان ثاني غير المستشفى. ليش هذا غلط؟ لانك استغلال المدنيين. استغلال المدنيين كايش؟
استغل المدني عشان يحمي حاله. ضروع بشرية يعني سموها بالله. ضروع بشرية؟ كيف يعني ضروع بشرية؟ يعني هذا المكان انت ما بتقدرش تضربه لانه في مدنيين وفي نزاهين، فانا تخبيت فيه. يعني هيك صارت ضروع بشرية. يعني شكله خطر على المدنيين والنازحين اللي كانوا في المستشفى. بس هذا ما صار بس بالمستشفى ناسا. هذا صار كمان في مستشفيات ثانية. ممكن أكيد ممكن. مادام في خطة إنه يصير مستشفى ناسا أكيد بيكون في مستشفيات. Jurnalis Gaza Jehad Saftawi juga mengakui Hamas gunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Pada awal Januari 2024, mantan agen Hamas mengakui Hamas menjadikan warga sipil tameng manusia. احنا نحميكم بدنا ننجو حياتنا. ليش نحميكم؟ بدنا ننجو حياتنا. هذا برضه حياة. خطأ هم ارتكبوه. دخلنا اليوم المستشفى علمنا. لقيت احنا كنا في طرف الارض. طرف الارض من المستشفى. اجروا طابق الارض دي من مستشفى الشفا، اجروا الجنود من البدرم طابق الاسفل في البدرم. الناس العناصر اللي كانوا تحت طابق الارض اول ما سمعوا الجيش اجا يعني يقعد معنا. حتى انا مره بيتكلم مع واحد يقول له انت مكانك في شيء، انت مكانك تحت ليش تعرف موقفك؟ لما دخل الجيش على الطاق الشفاء احنا كنا خايفين من الجيش، بده ايش يعمل ايش يعمل فينا وكذا. بالعكس جاب لنا ميه واكل ودخل معنا. Komandan Garda Revolusi Iran pernah akui Garda Revolusi melatih Hezbollah menggunakan perisai manusia. Karena itu, kini muncul suara dari dunia Islam menentang penggunaan warga sipil sebagai tameng seperti yang terjadi di Gaza. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.